يعني على القوات البحريه، يعني هذه طبعا اللي قبل شوي الحين قوات بريه، واللي شفناها قبل شوي اللي هي القوات البحريه، وهذه القوات الجويه الطائرات. يا سلام يا سلام يا سلام على الفخامه. اوه صراحه شيء مرعب، شيء جبار، شيء فتاك. يا سلام. اوه شوف النفاذات. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. الله الله يا مصر. اوه شوفوا نزولهم من الطائرات واستعمال المظلات. شوف القوات البحرية، شوف القوات البحرية. يعني اوف 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 شفتوا كيف تفجير الاهداف؟ شوفوا اطلاق الصواريخ. اوه 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 ايش هذا ايش هذا يا ناس؟ شوف اشياء مرعبة، اشياء فتاكة. يا سلام يا سلام شوفوا الصواريخ اللي تطلقها الطائرات. المناورة قادر 2020 حماية وطن. يو 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 ايش هذا يا ناس؟ يا سلام يا سلام على الأنشطة التدريبية. يا جيب القواصة. برا وبحرا وجوا طبعا يا ناس. المناور اللي صارت في مناورات قادرة، يعني على الطائرات الحربية، يعني على قصفها للأهداف. المنطقة الشمالية عسكرية. شوفوا اصطفاف الدبابات يا ناس. واو واو يو يا ناس شفتوا السكك الحديدية اللي تنقل الدبابات؟ الصراحة شيء رهيب، شيء مرعب. شوفوا الشاحنات اللي تنقل الدبابات والمدرعات. يا سلام. اوف الصاعقة يا ناس، كتيبة الصاعقة. واو واو يا الفخامة. الصراحة الواحد ما يقدر يعبر. يا عيني يا عيني على الجنود، شوفوا كيف تحيا مصر. شوفوا طبعا هذه قاعدة عسكرية، يشوفون كيف سير العمليات. والله العظيم كفاءة عالية يتميز بها الجيش المصري. شوفوا شوفوا هذه، شوفوا 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 القواصة. اوف والله فخر 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 يا مصر. اوف شفنا هذه طبعا اطلاق الصواريخ من داخل القواصات. شوفوا العملية البرمائية يا ناس، شفت العملية البرمائية؟ خروج السيارات الحربية من داخل السفن، يعني عملية برمائية يعني في البر وفي البحر. فخامة. اوف اوف الصاعقة يا ناس، شوفوا الصاعقة، شوفوا قوات الصاعقة الوحدة 999 اللي سوينا عليها رياكشن في القناة. شوفوا المشاه، يا عيني على المشاه، يعني على الخطوات مع بعض. شوفوا كأن شوفوا كيف، يا عيني يوه والله رعب يا ناس. صاعقة شعار لهيب ونار، لا للذل ولا للعار. صاعقة صاعقة يا عيني. يا اخي شوف شوف.